الجامعات الأمريكية تتصدر عناوين الصحف في الولايات المتحدة والعالم بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط اتهامات لهذه الجامعات بالسماح بمعاداة السامية من طرف Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. وقمع المظاهرات المساندة لفلسطين من الطرف الثاني. بس لحظة، شو اللي عن جد عم بيصير على الأرض هنيك؟ خلونا نروح المكان اللي بلش فيه كل شيء. أنا حالياً أمام جامعة كولومبيا الأمريكية، من أهم وأشهر الجامعات في العالم، لكن كما ترون أبوابها مغلقة للعوام حالياً. ليش؟ خلونا نشوف. في الأسابيع الأخيرة تعيش جامعة كولومبيا على وقع مظاهرات طلابية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، تطالب إدارة الجامعة بإنهاء التعاون المالي مع جميع الشركات المرتبطة بالاحتلال في فلسطين. لكن المميز هنا هو هذا المخيم، مخيم مساندة غزة. ونحن هنا خدنا أرض تبع الكلية عشان نقول نحن مع فلسطين، دي حاجة هم مش راضيين بيها، مش راضيين إن احنا خدنا أراضي عشان هم عندهم الكمانسمنت، عندهم الجراجويشن، عندهم بروجرامينج لازم يعملوه، فاحنا كده وقفنا الكلام ده كله، وقفنا الكلية عشان نقول لازم يعملوا دايفستمنت، لازم يعملوا فاينانشال ترانسبيرنسي، لازم يعملوا أمنستي لكل الطلاب. في البداية اعترضت الجامعة وقالت إن التخييم يخالف قوانينها وإن المظاهرات غير مرخصة. ثم سمحت للشرطة الأمريكية بالدخول إلى الحرم الجامعي واعتقال نحو 100 شخص من المعتصمين، والتهمة التعدي على أراضي الجامعة. لكن الطلاب يقولون إن الواقعة زادت من أعداد المشاركين بالاعتصام. بالعكس شجع كثير طلاب إنه ينضموا للاعتصام. أول شيء الطلاب كانوا أقل حوالي 100 طالب وطالبة، حالياً يعني عنا مئات الطلاب الموجودين. بس لسه ما عرفنا ليش الجامعة مسكرة والمحاضرات افتراضية. بدعوى شعور بعض الطلاب اليهود بعدم الأمان في الجامعة بسبب هذه المظاهرات، والأمر وصل لاستدعاء إدارة جامعة كولومبيا إلى جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي حول معاداة السامية في حرم الجامعة. When mobs or people are shouting from the river to the sea, Palestine must be free, or long live the infantara. Are those anti-Semitic statements? I hear them as such. Some people don't. بس هو في يهود أصلاً بين المتظاهرين وبين المنظمين للمظاهرات. كلام عن إن إحنا ضد طلاب يهود أو الكلام ده كله فارغ. اللي إحنا عايزين نفهم الناس إن إحنا هنا في يهود هنا بنظموا معانا. I think that keeping the Jewish students on campus safe has nothing to do with this protest specifically. In fact, I think more needs to be done to protect this protest in order to keep Jewish students safe. كثير من الطلاب اللي موجودين جوا كثير حريصين على انهم ما يطلعوا على الكاميرا لخوف من عواقب ممكن تكون يعني شديده جدا على الطلاب. في طلاب صهاينه بيصوروا الطلاب وبينتشروا الاصوات بتاعتهم اللي بياخدوها من الطلاب عشان يعملوا حاجه اسمها دوكسينج، ان هم يقولوا الطالب ده مين وبيشتغل فين عشان ياخدوا الوظيفه منه ويؤذوه ويزوف مكان السكن، وفي ساعات بيبقى في طلاب بيعملوا death threats ضد الطلاب. ورغم كل هذه الاعتداءات الطلاب هنا مصممون على رسالتهم الأساسية. هدفنا الأول والأخير هو رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. It pains me that we got to sit here and defend ourselves because we don't want to center ourselves in this moment. We're not centered Gaza. We don't want to deviate from the messages. We need to stop the genocide in Gaza. We need a ceasefire. We need liberation of every single inch of Palestinian land. اتبعت خطى هذا المخيم عدة جامعات حول الولايات المتحدة، شهد معظمها عشرات الاعتقالات وأزيلت المخيمات بأكملها في عدة منها، بينما أغلقت بعض الجامعات ساحاتها تفادياً لحركات محلية مماثلة. فهل يواجه مخيم مساندة غزة في جامعة كولومبيا مصيراً مماثلاً؟ أعلنت رئيسة الجامعة نعمة شفيق أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تصل المفاوضات مع المتظاهرين إلى نتيجة قريباً. لكن ما هي هذه الإجراءات ومتى ستحدث؟ حنستنى ونشوف.